القاعة الرياض الكبرى بالدار البيضاء عقد أحمد المرنيسي المرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مساء الأربعاء ندوة صحفية لتسليط الضوء على الهياكل الأساسية لبرنامجه وتقديم لائحته المرشحة لتسيير كرة السلة المغربية في السنوات الأربع القادمة. خلال هذه الندوة تم تقديم الخطوط العارضة لبرنامج عمل هذه اللائحة في حال فوزها برئاسة الجامعة، والذي يهدف بالأساس إلى رد الاعتبار لكرة السلة الوطنية على الساحتين الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى تطوير وتنمية كرة السلة على المستويين الإداري والتقني، وتوفير الدعم المالي وتعزيز البنية التحتية قصد الاستجابة لمتطلبات الأندية ورد الاعتبار للنقل التلفزي لمباريات الدوري المغربي لكرة السلة. برنامج مبني على 5 أو 6 نقاط، ولكن متلاصقين بيناتهم. النقطة الأولى والمهمة هو خصنا نرجعوا الهيكلة للجامعة، تكون شفافية، تكون لجان قوية، تكون مصداقية واستقامة. دونك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خصنا نوسعوا القاعدة لممارسات كرة السلة بالعمل أو نيفو ديال لي ليغ وعمل في القسم الوطني الثالث. وتمنى المرنيسي أن تمر الانتخابات في جو ديمقراطي تتحكم فيه الشفافية والوضوح بعيدا عن التدخلات والضغوط، معتبرا أن الرئيس الفائز يجب أن يكون رئيسا للجميع دون الدخول في تصفية الحسابات المجانية، معتبرا أن الهدف الأسمى يجب أن يكون هو رد الاعتبار لكرة السلة المغربية بروح رياضية لجم العام يدوز، يعني يكون جونكلمان ولاد الناس يكونوا في جم العام نذكروا أفكار ولكن ماشي الأشخاص. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات خلال الجمع العام الانتخابي الذي تنظمه اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة يوم 18 يناير الجاري بمدينة الدار البيضاء.